两栋大楼呢是完全的坍塌，而救援的工作还在持续的进行当中。探测和搜寻，在我面前这座倒塌的楼房呢，原本是一栋七层高的一座住宅，那么当时里面可能是有。Desperately waited for word on family. On Monday, these two women, their uncle, they anxious. في هذا الحي المتواضع الذي يملأه النازحون وعلى وقع الصراخ والحديد إلى الموت في إدلب وسكنوا هنا. يتحدث مختار الحي عن تعاون الأهالي والمؤسسات بما لديها من إمكانيات ضعيفة لمسابقة الوقت في انتشال المفقود. كثيرة وجوه المنتظرين هنا، من أب ينتظر رؤية أبنائه وأخ وجد